شدوا حيلكم شويه. يا نهار اسود يا نهار اسود. قوم وقف وانت بتكلمني. قوم وقف بص لي وفهمني. العبوا يا ابطال. بابا 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 باين كده هيفوق علينا تاني يا جدعان. اهلا بيكم يا رزع في رزع مش المدفعجيه، رزع كاس العالم للانديه، ماتش للتاريخ، الاهلي والدحيل او الدحيل الدحيل. ايوه ماتش كبير جدا، الاهلي يكسب يروح يخسر من بايرن ميونخ، الاهلي يخسر يروح يلعب خامس وسادس. ماتش كبير جدا، لو انت اول جديد على القناه ما تنساش تشترك في القناه، لو انت متابعنا ما تنساش تشترك لينا على انستغرام وتويتر وعلى فيسبوك، وانزل تحت وافتح جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد، واستنى كل الحلقات بالناس نزل حلقتين كل يوم. وتابعونا على قناة ابن عثمان اللي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. وحلقة جديدة من رزع محل يا جماعة. يا رب يا رب تكون عدت على خير. عارفين انتوا النتيجة، احنا جايين نتفرج ونشوف اول مواجهة للاهلي في كاس العالم. يا رب يا رب يا رب. وقلنا نبقى اهلاوية بس بصراحة، لان الليلة مش مستحملة هزار، عايزين نكسب. توقعك للنتيجة؟ يعني نتمناها ليلة حمراء للاهلي. قول قول كام؟ 2-1 للاهلي. 2-1 للدحيل. سوري معلش. تعادل والاهلي يكسب عن طريق ضربات الجزاء. يلا نبتدي. يلا بينا يلا بينا. طب مبدئيا كده المعز علي ما بيلعبش. انا ما اعرفش مين، بس عرفت منك انه جامد. لا ده احسن لعيب في اسيا، الهداف بتاعه في بطوله اسيا، بس هو اكيد شاله للشوط الثاني وينزل يدينا بقى. بس هو اساسي يعني. ولا ديانج بيلعب؟ ولا ديانج بيلعب. انا ديانج دي مضايقاني قوي بصراحه. والواد اللي اتكلمنا عليه ان هو الباك رايت الثغره بتاعتهم شاله، شال الثغره، شاف الحلقه خد باله. انا ما كانش ينفع اقول برضه. يا مروان ما انت بوظت حظوظ الاهلي. انا قلت لهم ده الثغره. يا ريت ما تقولهمش ثغره بايرن. لا مش هقول. طب هو ليه؟ طبعا الاهلي لابس ابيض عشان الضيف. طب لو البايرن هيلبس ابيض، مين اللي هيلبس احمر؟ البايرن. ليه؟ عشان افترا طبعا. لما ده نص نهائي ده بطل اوروبا. لو البايرن يجي، لا عايز البايرن يجي هات شيرت ما يلبسش احمر. هات شيرت دي عارف انت. روح سنتر يلا، روح سنتر يلا. طب الخطه يا رضياك، انا كنت اتمنى ان احنا نلعب بثلاثه. الغريب ان فريق الدحيل هو اللي غير طريقه لعبه ولعب بثلاثه وامن، العكس اللي انا كنت بقوله في الحلقه. مثلا كنت نفسي الاهلي يلعب بثلاثه، يوسف ويلعب قدام مثلا بمين؟ بقفشه وكهربا او طاهر ومحمد شريف. ايوه فهو النهارده لا، هو ثبت فكره ان انا بلعب بطريقتي، بلعب اللي هو بنفس الاداء. ده حلو ولا وحش؟ انت ليه؟ عشان الاهلي بيطور الباكين دايما، وهم من اول الدوري مع موسيماني بيعمل كده. ما ده اللي انا خايف منه. لا ما هو يمكن بقى الراجل عشان بتاع الدحيل ده جنسيته ايه ولا بس يمكن الراجل ده عامل حساب لده، وعارف ان الاهلي بدنيا بيبدا الماتشات حلو. الاهلي بيبدا الماتشات حلو قوي مع موسيماني، ممكن بيفنش مش قوي، بيقع شويه الشوط الثاني، لكن بيبدا كويس. هو الراجل على الاقل ممكن يتلاقيه يرمي بقى الراجل المعز ده ويخرج حد من ورا الشوط الثاني يعني. اما نشوف. انت رايك يا عم عمر؟ عوده للاستوديو. لا انا يعني انا كنت حابب ان انا اشوف ديان في اول الماتش، بس هو اكيد يعني فكره انه ياجله للشوط الثاني هو اجاي والتفاصيل دي كلها، اعتقد هو ممكن يكون بيلعب على فكره الـ زي ما يوسف قال، هو يامن ويشوف الدنيا فيها ايه. بس انا بقول لكم الجون بتاعهم هيغلط، الحارس بتاعهم وحش هيغلط. انت متابع دوري قطر؟ لا 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 لا، دوري سخن جدا. غرفه ولا السد؟ لا لا انا السد. انت طبعا السد. تشافي. لا 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 تيكي تاكا زي ارسنال وكده. انت زي ارتيتا تميله. ايوه اسبانو كده. بس يا جيمس خلاص يا جيمس، خلينا في الاهلي. خلينا في الاهلي. دودو ايوه جدع. هاني ايوه هاني، لو دخل في هاني ثاني هيكسره. هو ده اول فاول. الفاول الثاني هيقرب جون. نشوف بقى. شايف الكاميرا جت على حسين الشحات بالخبرات الكاس العالم للانديه. بما انك جبت سيره حسين الشحات يا كابتن يوسف، ننتقل الى استوديو الداخلي. اتفضل. ونسال كابتن انا يوسف. في الملعب، لو في عايز حاجه في الملعب مع زميلي مروان. انا هقول زي رزع ولا تحدي كده، مين هيكون مولده النهارده، بواليا ام حسين الشحات؟ ها مولده مع الاهلي اللي يقول اول، بواليا ولا حسين؟ بواليا. بواليا. حسين ما حدش جاي منه؟ لا يعني هو بالعكس عنده خبره في حسين عشان نشمت فيك لو او هذه المحافل الاوروبيه. بواليا. بواليا هيعمل حاجه النهارده يعني يا جماعه؟ يعني اول هدف ليه على الماتش ده؟ الماتش بتاع، عارف ده ماتش بتاع مين؟ ده ماتش بتاع السيد حمدي. الحنكشه والعشوائيه دي محتاجه. يا ربنا يستر بس الفاول ده في اول اربع دقايق. اوب دلوقتي، اوعى اوعى بن عطيه يمسك. حذر يا مهدي حذر. صعبه 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 الكره. يا رب يا رب نكسب بقى، يا رب نكسب ونقابل البايرن. ليه يا بابا كده؟ انا عايز اخش. خلينا يا رب نكسب. شد خط كده بعدين بقى نشوف هنعمل ايه. بب 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 بب.
بوب بوب ده الشحات صح؟ بس كولا. والله مش الشحات والله ده شريف ده بهاء سلطان في الجول ده عنده 21 سنة 21 سنة والله اه والله اه لابس رقم 21 اه ما هو كده بسنه ده لا الدوري ايه العلام ده؟ الدوري القطري منظم جدا لا بس ما شاء الله جزء المدافعين يعني يجي منه اه يجي منه ان شاء الله لا بس بهاء سلطان ده شكله اي كلام هيتشاط عليه واحده من قفشه دلوقتي عشان صح يا جماعه السف يجي بعد الجول طيب يلا بقى يا حكم يلا حكم مش يمكن سفينا يجيب الجول يمكن من عالم طب عشان صالحك ورا عليك حاجات كتير لازم تعملها حط يا موليا ماشي يا حلوه يلا يلا روح 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 مين ده يلا حسين فايق فايق الشحات فايق انا بقى بقول لك حسين بقى متعود عليها بقى حسين ايه انا هران على حسين النهارده اتمنى لا 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 النهارده حسين انت مران على حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين احنا احنا واقفين احنا لا والله احنا 10 دقايق اهو اول 10 دقايق احنا في الجيم شكل يعني. شكل الماتش لسه ما بانش يلا بينا طب والله ماسكين كوره والله ماسكين كوره بص بس هو في حاجه بانت ان هم في الكوره العاليه في الكوره اللي هي خدنا منها الكورنر دي الواد ده حمار نمره 6 ده مش ده احمد ياسر رايق لا 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 هو ده هو اللي بيلعب جنب العطيه مش هو لا هو اللي بيلعب جنب العطيه نمره 6 مش عارف هو نمره 6 الواد ده اي كلام هتقول لنا كابتن لا 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 حضره هتقول لنا التشكيلات دائما ولا هتقول لنا ابو المعاطي اسمه ايه ولا اسمه نمره 6 نمره 6 ما هو اخو ياسر محمدي احمد ياسر محمدي اهو الواد ده جليتش يعني يتلعب عليه والله يتلعب عليه والله هو بن عطيه لو لعبت في قفاهم حلو الصراحه خلي بالك احنا لو كسبنا هنا هيبقى دي علامه ان احنا نكسب في كاس العالم مع مصر يا سلام اه دي علامه لا معروفه معروفه كاس عالم بقى 22 منتخبات بقى مصر ما هيتلعب علينا هنروح يعني وكده هنقابل البايرن وهنروح كاس العالم هنروح مع الكابتن حسام هنروح وهنكسب لو كسبنا ده اسمع مني وافتكرها والبرنامج هو مفتوح هي الكلمه دي ازيكم يا جماعه اتفرجوا في 2023 واتفرجوا على الحلقه دي وجبتوها من المدرسه شفتوا شكلنا اتغير ازاي شفتوا شكلنا اتغير ازاي الله الله معلول حلو الكوبري ده ماشي طب ما مسكوا يا حكم مسكوا يا حكم يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه هات يلا اوف يا ابن اللعيبه معلول مين ده حسين شحات حسين حسين قلت لك حسين خطر يا سيدي انا مش معترض قلت لك حسين خطر انا موافق طب والله العظيم هنعملها طب والله يا قريبه يا قريبه بس مش هنعملها ايه يا عم في انا بقول لك الحقيقه في ايه يا عم لا انا سخن معاك اهو احنا ليه ولا واحد جاب تيشرت الاهلي عشان برد اكيد عشان برد يا عم ايوه صح لا عشان لو اعملوا يا ريت تعملوا سويتشيرتات الاهلي المفروض انت تجيب كمنتج يعني اه سويتشيرتات الاهلي عشان ايوه والجواكت ثلاثه سويتشيرتات النبي عشان نلحق الشوط الثاني حازم والبنطلون والجاكيت والترنك كله حازم النبي صفاره والنبي والكاف والصفاره واللي هي اللي بتاع اللي بتاعت العرق دي اللي بتاعت ايوه ايوه في برضه واحده اللوجو الاهلي والكوبايات بتاعت الاهلي ايه في طيب مالونجا لو تاخد بالك يا كابتن هنا موسيماني بيودي حمدي فتحي طبعا سنتر باك شمال عشان في بناء الهجمه طبعا عشان يسمح للمعلول بالتقدم طبعا ودخول طاهر محمد طاهر لعمق الملعب ده كلام كبير والله بص اهو بص معلول فاتح فين بص طاهر فاتح فين دي رؤيه واستراتيجيه هو ابن عثمان بيهرج يا كابتن لا 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 عنده الكتير والكتير والكتير قوي قوي كتير قوي 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 هيغلط هيغلط اتش لو مش هيغلط كده هو هيغلط في واحده تجيب جون هيغلط في واحده تشط تقع من ايده ترد لحد كده واحده كاريوس واحده كاريوس يابا شيلونجو ده ماشي مولونجو انسى العبوا يا ابطال الليله مش هزار العبوا يا ابطال الليله مش هزار يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه لا 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 هتافات نادي الصيد احنا ما استغلناش الطلعه الاولى احنا كنا ممكن نجيب جول كده هيرجعوا في الجيم بقى هم كده هياخدوا ثقه صح صح يلا يلا والله في حاجه ايه ده جول جول يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
حسين يا حسين يا غادي ادي للعب يا حسين يا حسين الباير يا حسين يا حسين الباير الله لا تقولنا الله جميله تقولنا نوير جميله يا سلام تقولنا ليفاندوفسكي حلوه يا ابواليا وحسين بمنتهى الثقه جميله في البعيله والله والله جميله يا ابني ايوه يا زلمه اه شفناها بس ما علقناش عشان الفظاعه كان منظر جبت الشيرت مش في هاي كوبي لا انا ما رضيتش اعلق عشان فظيع المنظر كاس الانديه بقى المنظر كان فظيع قوي فما قدرتش سي حسين حسين مبروك يا مايلو يا مايلو يا مايلو تعالي بقى تعالي بقى تعالي بقى تعالي بقى لازم تعملها عشان اصالحك وارضى عليك حاجات كتير ودي اولها قوم اقف وانت بتكلمني قوم اقف بص لي وبقلني قوم اقف وانت بتكلمني حسين قوم اقف بص لي ونام ولا تتكلم وانا بتكلم ونشط حسين ابني وجبني ثقة ثقة الاهلي خد ثقة يا ولد حلوة يا حلوة حلوة يا هاندبول هاندبول على الفار ايوه في فار في فار بص يا عم في الفار يا عم يا راجل يا راجل هنشوفها تاني مفيش حاجه يا معلول حلوه التيكي تاكا التيكي تاكا ده موسيماني تلعب بقى بتاع بطولات بقى هوبا يا راجل ما تجري خبره برضو البطولات الكبيره عند كابتن حسين طبعا اه يعني ليه خبره في هذه البطوله بالذات مش اي لعيب كده هو اللعيب كده الخبرات دايما يا كابتن يوسف هي اللي بتفرق لعيبا اخر ده اللي احنا دايما متعودين عليه ده حقيقي مراسلنا في مراسلنا في الملعب اهو ايه كويس وانا بسالك اتغديت ولا يلا بقى التاني بقى جميله والله لمسه ولعبه جميله شوف سايد يا بوليا 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 يا باشا انا سامحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعمل وعشان اصالحك وارضى عليك حاجات كتير يا بوليا جميله يا بوليا هيتلغي اوف سايد ما فيهاش حاجه بعون الله وعلى توت هنا بقى يجي هيتلغي اوف سايد هو كويس انه فنش كده ده معناه ان الواد عنده ثقه في نفسه بس هو الجون هيتلغي اوف سايد بصراحه عشان ترتوف رجله ترتوفه في توت كده بس كويس الفينش هو حطها من تحته كوبري كابوري بس والله ده معناه ان الواد كابوري وبيعمل بقى اتس تايم ناو اتس تايم فور جولز ناو تايم فور مين اتس تايم فور جولز لا بيشاور يا عم على العالم بلده شافوها بالفار وما حسبوهاش 2-0 2-0 بيقول له ترانكيلو هيلغي والله اوفسايد هيلغي جون يا عم لا يا عم جون هيلغي يا عم هو موسيماني مكشر اهو الجون ازاي يا عم بيقول يا جدعان جون جون ورا ايوه يا جدعان انتوا في ايه يا جدعان موسيماني عمل انتوا مش فاهمين دي يعني جون ولا ايه لا ما هو كده وبيعمل كده يا جدعان 2-0 يا عم مش عمل يا بوالي يا بوالي يا عمل كده انا استغربت بصراحه ما هو قال لك دي كده جون هو عمل كده كده جون ازاي بتتفرج على تنس بس بصراحه اقول لك على حاجه موسيماني عمل كده يبقى جون ازاي بس بصراحه يا بوالي كانت حلوه لا هو كويس ان الواد فنش الفرحه التي لم تكتمل يا حاج عنده ثقه في نفسه ادخل عادي تخونا في انت ليه مكسوف خش يلا في ايه هو كويس انه عنده ثقه في نفسه وفنش بس بيهبط من هنا فلازم نرفع له الضغط فيها والله هيغلط والله هيغلط لا بس غلط بهاء غلط 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 لا ده بهاء ده لقطه بقى لقطه بهاء ده لقطه والله اذا يا رزيعه نهايه الشوط الاول دي فرازه الجمهور دي ايه دي فرازه الجمهور استاذ يوسف معلش اذا لا بص اذا يا رزيعه نهايه الشوط الاول بتقدم الاهلي 1-0 على فرقه الدحيل على فرقه الدحيل بهدف حسين الشحات زي ما توقعنا استنونا الشوط الثاني هنشوف الاهلي والجون اللي اتلغى هيعمل ايه و طب بص انا معايا عنوان بيته انا معايا عنوان بيته نطلع الحلقه نخلص ونطلع نعمل حلقه ثانيه وعايز اقول ان احنا مش بنعمل كل ده بص هو حسين بياخد فاصل بس وخلاص زي ما ابتدينا الشوط الاول قلنا المعز علي ما بيلعبش ابتدي لك الشوط الثاني واقول لك هو نازل وهو هيجيب جول يا ساتر يلا كرات الطاهر الطاهر ايوه مش كده طاهر
مش غيرها طارق. ايوه اضربوا اضربوا يا بنت. طب انا خايف يا عم اهدى بس. انت عارف انا مشكلتي بس في ايه؟ هم كانوا توتري الشوط الاولاني، الكابتن الكابتن بتاعهم نزل، واكيد الراجل يا جماعه والماتش وبتاع ولعبوا واصلوا. انا خايف احنا نريح، خايف احنا نريح اللي هو ايه، احنا كسبانين بقى وبتاع ولازم لازم تحط جون دلوقتي. لازم تعرف ان مولر بيتفرج عليك وهو خايف. اه لازم تعرف ان ليفاندوفسكي هو خايف يحط 3 جوان بس. ايوه 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 ليفاندوفسكي هعمل ايه في بدري بنون هاو كان اي دو ات. انا عايز اقول لك حاجه، ساني عمل موسم وحش قوي مع البايرن. لا انسى، هيكتشف فورمته معانا. لو بيكهام هقول لك كان هيعدي منه. ايوه لكن محمد هاني بقى، محمد هاني شكل تاني. هي كراتي محمد هاني من الرواق الايمن. خلص يا حسين، وراح فين؟ خلص يا حسين وراح فين؟ والله اتضرب يا حكسي يا عم. اجري له بقى اتحقق وبقى العيال بتبص ما تتحركش لبعض ليه؟ هتيجي 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 واخده واخده. هو الناس اللي بتعمل هي دي مع الباصه دي صوت صوت جماهير متركبه ولا جمهور؟ لا 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 ده جمهور الاهلي. يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه. العود نزل، العود نزل، العود الدبابه، العود اهو، وديانج اهو، ديانج اهو يا كابتن اهو اهو. ديانج اهو، ديانج اهو. بس نزل ديانج بدري برضه، ده معناه ان هو خايف من تغييره وخايف من اي كره تتعمل. لا خايف اي كره مطلوب يعني، هو كان بس ايه بيضمنه ان هو ما يبقاش مصاب. اولا عشان هو ما ياخدوش منك نص ملعب ويركبوا الماتش، وحاجه ثانيه اي كره تتعمل عليك مرتده لو حمدي فتحي هو اللي لبس في الواد هياخد انذار تاني ويطرد والماتش راح. ف ومن دلوقتي كل خطورتهم كور عرضيه من بره ال 18 وكور ثابته، ما بيعملوش اي حاجه. حتى نقل المرتدات بتاعهم وحش قوي، مفيش اي حد بيتحرك لحد. هم لا بس باين ان هم متوترين قوي، هم متوترين قوي كمان. خلي بالك العيال دي كلها لعبت مع بعض 3 4 ماتشات. يا سلام والله، كل الصفقات الجديده دي بجد والله. ايه ده انا فاكرهم سنه مثلا او حاجه. لا 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 ايه ده، طب ده فرقه متجمعه يعني. متجمعه عشان كاس العالم للانديه. ما هم كانوا عايزين ساسي. هم كانوا عايزين يلموا كام لعيب يلعبوا. انا فاكر بيجيبوهم للابد يعني او للعمر الطويل. بس انا كده ولا حاجه، بس دول كلهم اعراض خلي بالك كمان. وبعدين وبعدين يا جدعان، والنبي والنبي ايه الفتر يا ساتر يا ابن الله. عاش يا ديانج، عاش يا ديانج يا عم هاني بقى ارحمنا بقى. عاش صح 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 يا ابني. بتعمل ايه؟ استلم بوليا. صح صح استلم وروح بوليا سريع حلو. صح صح فاول فاول، خد فاول يا عم وموت اللعبه من الاول. مين اللي غلط؟ السوليه. اه سوليه ولا غلط؟ البصل سوليه يا ابن اللعيبه. عاش. مين النجم ده؟ ايمن اشرف. عاش يا نجم والله. ايمن اشرف بقاله فتره عاليه قوي. بسم الله ما شاء الله. لا روحت امك. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. يا شناوي الحمد لله حظنا حلو، حظنا حلو. دي عدت من ايده يا جدعان وخرجت، مش فاهم ازاي، مش فاهم ازاي ما دخلتش. الحمد لله اوف 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 اوف. ما ينفعش تتمسك بيها، ما ينفعش تتمسك. يا نهار ده كانت هيبقى وحشه قوي. ما تتمسكش ابدا. الحضري كان مش 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 قصدي على الحضري يعني، بس في تكنيك الكور دي لازم نقصه بره. لازم، ما ينفعش الزرار دي. ايه ايه ده عشان كده خطر ان هم يرجعوا على فكره. لازم يا ابني امسك الكوره وهدي اللعبه. بتعمل ايه؟ يا نهار على الحظ. بس اتخض ازاي؟ لا لا شو ممكن. بص هو يا نهار دخلت فاهم. دي دعوه مامه الشناوي. اه والله. يلا 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 يلا. كور كتير قوي تخسرها على الفاضي. حكى رجله ازاي؟ مش اللي حاله فعلا؟ مش عارف هو ازاي رجعها. ايه صحيح الحوار ده؟ مش عارف. الكور دي خطره جدا، هم بيلعبوا على الكور. خلي بالك الفاولات السبتائي عشان هم اطولهم. ربنا يستر. هو محمد مونتاري ده بيلعب ايه؟ محتاجين ناخد بالنا، لان هو ده اللي مين اللي خرج اصلا، لانه ده اللي فرق من مونتاري ده. طب يعني هم ايه الاطوال دول؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ بيقول لك بتخسر الكور بغباء. انا ما اعرفش ايه ده. ليه كده؟ يا بابا الكوره دي قلشت من على رجله. الكوره دي لو كانت داخله يا جوه هاني نفس الكوره. حلو. لا 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 حلو طريق راح حلو. هو كان ماشي. التامي مصر. واكرم هينزل مكان بواليا؟ مش مصدق بجد ان ما عندناش يا جماعه يعني.
مش حوار ما عندناش بس هو ممكن يمسك كوره ما اعرفش يعني مش يمسك كوره عشان يقف على الكوره قدامه يمكن محطه يعني بس يا جماعه يا عم كان كوبر رفع نفسه يا عم لا بس هو اكرم توفيق دي لازم فعلا لانه هاني احسن من دفاعيا طبعا بكتير او ننزل احمد رمضان بيكهام ونروح من دلوقتي يعني نرجع مصر من دلوقتي اضغط يعني حقيقي اللي اداله اللقب ده يعني ظلم جيل بحاله ظلم الكوره الانجليزيه والكوره المصريه والكوره ظلم اي حد بيحاول يعمل الكوره كده يعني اخي اللي اداله الاسم يعني مدرب ايه ده في الناشئين اللي قال له ولا انت بيكهام يالا انت زي بيك يعني لحظه اه لحظه كده ايوه هو بيترجع عليه فهو خدها مثلا فقال له فاكر نفسك بيكهام ايوه اللي بيقول انا بيكهام صح حلو كوره حلوه بقول لك ايه انت هم يا جدعان هم هاجموا بغباء انت ممكن تضربهم ايزي هم نزلوا المعز انت بس تقعدش تلعب الكوره متشعلقه البلالين دي مش هتاكل عيش ادي انذار اهو يلا بص هو اللي وقع على الارض عشان ما ياخدش الانذار حلوه اهدى بقى في الشوط الاول ما شفناش الشناوي الشوط ده ما شفناش غير الشناوي ايه ده يا نهار اسود ايه ده ايه ده اللي حصل ده معلش انا ما شفتش كره باندت كانت هتخش في الشناوي هو ايه في ايه يا جماعه نص الملعب يا نهار اسود الباين كده هيفوق علينا تاني يا جدعان كان اكيد شاف الشوط الاول ايوه صح 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 مالك ايه ده هنكسب 4-0 بس طاهر مجاش ده حلوه دي برضو قول لي ليه يلعب بهاني هو الجناح ويرجع ويودي الشحات الناحيه الثانيه ويرجع اكرم باك رايت نفس الكوره بنلعبها بقالنا 4-5 مرات ومش ايوه يا جماعه شوف الشد ده شوف الشد ده يعني 5 سنين لمروان محسن لا انا بتكلم على قبل حتى مروان ما ينزل تلعب الكوره دي كل شويه كنت تلعب كده لما نزل بدل ما كنا بنلعبها كده هو بس من زاويه واحده هنلعبها كده من زاويتين هو كل اللي نزله مهاجمين بيهاجم مهاجم وبيعلق كور انت محتاج اسمه ايه ده مين مدافعين معانا في القايمه دي القايمه دي فيها مين فيها سعد سمير وفيها وياسر ابراهيم خلص بقى ما احنا محتاجين احنا لازم نجيب لازم نخطف لازم يا جماعه ده كل الفريق قدام يلا بقى معلش لو ربع ساعة كده يعني ما ليه يا عم الراجل بتاع الأحمال ده رفاعي الدسوقي ده إيه ده فين؟ العيال بدنيا ما وقعت أهي كويسين المفروض الشوط الثاني مش عارف إيه لا بس على الأرض أنا عارف شو كورة البلدية دي روح يا ديانج روح يا ديانج روح يا ديانج روح يا ولا لعيبة بس بجد يا جماعه لا الدحيل دول تعبانين او انت بص واحد راح لا انت بص بكام باصه نص ملعبهم فاضي فاضي لا 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 يا ابني مهاجمين لك بست سبع لعيبه اصلا يعني واقف في الملعب عشان اغير ولا عايزين ايه نزل صلاح محسن واقف عشان يغير والله لا عشان يتعدوا بس عشان يتعدوا لا ده جديده دي عشان يتعدوا بس لا عشان يتعدوا عشان يتعدوا البطوله تنجح بس انا بتكلم بجد ايوه يا عم عشان يتعدوا البطوله تنجح انت مالك التغريب قوي عايزين صاحب الارض يلعب البايرن عكس والله انا سامع ان هناك الناس عايزه الاهلي يكمل عشان دي جمهور ويبقى الاستاد مليان صلاح محسن ايه صلاح محسن ايوه استر يا رب الله الحمد لله اقدر ولا با 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 المعز مش حلو ان احنا بنوع كتير وبنضيع وقت كتير مش عارف انا بصراحه مش عاجبني الحوار ده تفتكر دي استراتيجيه ان احنا نلعب بنص قوتنا علشان يجي البايرن يروح مسوحينه مش عايزين برضو نقول له احنا الشوط الاول كنا مبهرين فلو كملنا كده هيعمل لك حساب قوي دلوقتي هو رجع خلي بالك احنا عايزين نلعب على الدفاعات ايه بقى انت فاهم ما بين ديفيز ما بين مفارد ما بين بقى بواتينج دي سرعات بقى دي هنبقى لا دي سرعة سرعات بقى لو في البلد الواد كيمش ديانج هيحطه في جيبه اه لا ده هتبقى عايز اقول لك مدعكه في نص الملعب دي مدعكه في نص الملعب والسوليه بقى يا باشا بقى سوليه على توليسو بالله عليك بس سبع دقايق بس نعدي بس سبع دقايق عشان شكلها مش هنعدي انتوا اتنين عليه يا بجد والله انا بشكر الراجل اللي دخل على زميله ده حقيقي لولا انه دخل على ادميلسون ده كان ركنها لا اصل كانت مزوبه مفتوحه حلوه قوي انا بشكر الاخ اللي نزل ده متهيألي ده الواد اللي لسه نازل اسماعيل محمد الواد اللي وقع ده لويس جونيور 8 ده بشكره حقيقي ايه ده لا 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 ايه ده ازاي لا 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 اوفر اوفر يلا ديان يلا ديان صح 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 ما تشوطش صح فاول صح قوي ودي حلوه 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 دي حلوه صح 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 ولا بوش مفيش حاجه مفيش حاجه ايه ده هو التاني افتكر هيتحرك ويسحب معاه واحد وده هو ليه اساسا بصالة ديانج هو ليه ما راحش هو مش عارف
حد يضغط، حد يضغط عليه، اضغط يا قفشه يا قفشه. الواد ده الواد ده عامل زي بوليسي كده. بص هيلبسها في الرداء. صح 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 والنبي يا جدعان، والنبي يا جدعان ده اي لمسه اقسم بالله ضربه جزاء. ما تلعبهاش يا عم، العب في القصير. ايوه هي 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 بتاعك. خلي انا بص حلوه بس حلوه 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 يا صلاح. يلا حلو حلو حلو. ادي جامد. بوم 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 بوم. Few moments later. ان شاء الله ان شاء الله نكون معاكم ان شاء الله برياكشن تاني، بس الرياكشن ده مختلف. الرياكشن ده ممكن يحصل مره في العمر، ممكن ما يحصلش تاني ابدا في الحياه. هو رياكشن الاهلي العظيم امام البكابير يا المانيا البافاري. هنمشيها كده عشان خاطركم. المية سمية ربنا يستر. اعملوا لايك للحلقات يا جماعه، واستنونا الحلقه الجايه، واعملوا لايك وسبسكرايب عند ابن عثمان، هتلاقي اللينك في الديسكربشن، وهتلاقي وانتظر كل الجديد القادم اللي رايق يسبب الحرايق واسحل الكلام. لي ايه لا يبلشونا وعمري ما حب غير One eternity later. Oh! Howie! Lahad dikti!